للجميع متابعينا الكرام، شوطنا التاسع ينطلق قبل لحظات، والزميل بدر بن وجاب العتيبي يتواصل معكم في هذا الشوط. التواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، شكرا للزميل محمد الصواط العتيبي. إذا المتابعين الكرام تتواصل التحديات والانطلاقات، انطلاقات في ميدان الشحنية في هذا السباق المحلي التاسع، وشوطنا التاسع ينطلق مشاهدينا الكرام الخاص للابكار اللقاية من مسافة 5 كيلومترات. نبدأ بالمركز الأول ونبحر مع الصدارة الطيارة. الطيارة تحلق على المركز الأول لهجنة الشحانية مع المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما ثاني المراكز وثاني التحديات أتابع مشاهدينا الكرام في هذا التقدم وفي هذه الانطلاقة على ثاني المراكز. من تنطلق مشاهدينا الكرام مهمة لهجنة الشحنية مع المضمر الذهبي سالم بن فران المري. ننتقل مباشرة إلى ثالث المراكز وثالث التحديات، الدوحة. الدوحة لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني مع المضمر الموهوب علي بن حمد بن حسين بن جرحب المري، تابعها في هذا الشوط. المركز الرابع، رابع التحديات، تنبيه لهجنة الشحانية مع المضمر العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي، بينما خامس المراكز وخامس التحديات وصفة لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني مع المضمر حمد بن محمد الدهم المري، تابعها بعملية التضمير وقيادة أيضا وصفة على خامس المراكز. إذا متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء، هذه المراكز الخمس الأولى المنطلقة، تحديات سن اللقاية سن الصغار، وأيضا نتابع هذه الأسماء ونجوم هجنة الشحنية تتقدم على المراكز الأولى مع المركز الأول والثاني، وأيضا يتواجد عملاق المضمرين، عملاق المضمرين والذهبي سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وسالم بن فران المري في معركة طاحنة في هذا الشوط. نتابع الطيارة، الطيارة لا زالت محلقة بناموس هذا الشوط مع الانطلاق الأول لهجنة الشحنية مع المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وثاني المراكز من الجانب الآخر مهمة وفي أصعب مهمة في هذا الشوط لهجنة الشحنية مع المضمر الذهبي سالم بن فران المري. أو هنا التواجد مشاهدينا الكرام وأيضا متابعة الرياضية، الرياضية من تنطلق مشاهدينا الكرام على مستوى المركز، على المركز الثاني، المركز الأول مع العملاق اللي هي تنبيه، تنبيه مع المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الثاني هي مهمة أو الطيارة، نعم هذه الطيارة، الطيارة تحلق على المركز الثاني لهجنة الشحنية مع المضمر الذهبي سالم بن فران المري. المركز الثالث الدوحة لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني مع المضمر الموهوب علي بن حمد بن حسين بن جرحب المري، تابعها على ثالث المراكز. المركز الرابع مهمة لهجنة الشحنية مع المضمر الذهبي سالم بن فران المري. المركز الخامس وصفة تتواجد على خامس المراكز لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني مع المضمر حمد بن محمد الدهن المري، تابعها في عملية التضمير على خامس المراكز. إذا متابعينا الكرام 2 كيلومترات ما يتبقى عن نهاية وناموس هذا الشوط، والعودة مباشرة مع الطيارة، الطيارة وطارت الطيارة في هذا الشوط وفي هذا التحدي وفي هذه المعركة الطاحنة ما بين لقايا أصحاب السمو الشيخ والسعادة في الأشواط المفتوحة في هذا المساء. نشهد انطلاقات مميزة وتحديات جميلة هنا في ميدان التحدي. نتابع الطيارة على الصدارة، الطيارة مع المضمر الكابتن والذهبي سالم بن فران المري يقدمها في هذا التحدي على أول المراكز. المركز الثاني، المركز الثاني أتابع الواصلة في هذه اللحظات والمنطلقة
على ثاني المراكز وتابع الوصول من منجم. منجم من هجنة الشحانية تصل لأول ندى على ثاني المراكز، ومنجم السبق هنا في ميدان التحدي التي تمتلكها هجن الشحانية المؤسسة العملاقة، تمتلك أيضا الطيارة. ومنجم على المراكز الأولى المنطلقة، وتابع منجم في هذه اللحظة لهجن الشحانية مع المضمر الذهبي سالم بن فهران المري المركز الرابع. المركز الثالث ثروة على ثالث المراكز لسعادة الشيخ عبد العزيز بن فهد بن عبد الله الثاني، ينطلق مشاهدينا الكرام على ثالث المراكز. أو هنا التحدي من تنبيه، يا سلام يا سلام، أسماء بدأت الأمور تتشكل في هذه اللحظة بالانطلاقات وأيضا بتواجد هذه الأسماء المميزة. بدأت الأسماء القادمة في من المراكز الخلفية. هنا مهابة، مهابة تتقدم، مهابة تنطلق مشاهدينا الكرام لهجنة الشحانية مع المضمر العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي مع الكيلو المتر الأخير عن خط النهاية. هنا مهابة على الصدارة، مهابة على المركز الأول على الانطلاق الأول لهجنة الشحانية. ولكن أتابع من القادمة في هذه اللحظات، وصلت مشاهدين الكرام، وتابع الوصول من مهمة لهجنة الشحانية، تنطلق مشاهدين الكرام. يا سلام يا سلام، بدأت الأسماء بالدخول والانطلاق، ولكن الرياضية على أول المراكز تتواجد وتنطلق مشاهدين الأعزاء. ولكن الاسم القادم وصلت في هذه اللحظات، وصلت، يا سلام. أتابع القادمة، منجم لهجنة الشحانية مع المضمر الذهبي سالم بن فهران المري على ثاني المراكز وثالث التحديات. مهابة لهجنة الشحانية، وأيضا وصول وانطلاقة من مخلفة لهجنة الشحانية مع المضمر العملاق سلطان الوهيبي. ولكن الصدارة يا أبو بريك مع المركز الأول. نتابع المركز الأول، نتابع الصدارة ومقدمة الشوط. منجم تحاول مع الأمتار الأخيرة، ولكن نتابع، يا سلام، شعار هجنة الشحانية يتصدر في هذا الشوط. وهنا مهمة ومنجم اللحظات الأخيرة، ولكن منجم ومنجم السبق هنا في ميدان الشحانية. تهانينا وألف مبروك لهجن الشحانية على فوز منجم بالمركز الأول، والتهاني إلى المضمر الذهبي سالم بن فهران المري. قدم منجم بالمركز الأول وقدم مهمة منتزعة المركز الثاني. المركز الثالث جاءت فيه مخلفة لهجن الشحانية. المركز الرابع وصلت فيه مهابة لهجن الشحانية. المركز الخامس الدوحة لسعادة الشيخ تيمي بن عبد الله بن خليفة الثاني. إذا متابعينا الكرام، هذه المراكز الخمسة الأولى، نهني ونبارك لهجن الشحانية على احتلال منجم بالمركز الأول واختطاف ناموس هذا الشوط، والتهاني إلى المضمر الذهبي سالم بن فهران المري. قدم منجم إلى خط النهاية، وهذه منجم مشاهدينا الكرام تصل إلى خط النهاية بتوقيت وقدرة مشاهدينا الكرام قاطعة المسافة الخمسة كيلومترات في زمن وقدرة 8 دقائق 9 ثواني و4 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثاني مهمة لهجنة الشحانية مع المضمر الذهبي سالم بن فهران المري، والتوقيت الزمني 8 دقائق 9 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث جاءت فيه مخلفة لهجنة الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، والتوقيت الزمني 8 دقائق 14 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. تتواصل التحديات والانطلاقات، والكلمة للزمن.